بسم الله والابن والروح القدس الاله الواحد امين. اكتشفت يعني ان اغلبنا عنده ازمه في انه يسمع صوت ربنا، وكانه الموضوع ده ملوش يعني كانه عيب على الارثوذكس ان هم يسمعوا صوت ربنا. وطبعا دي حاجه تخوف، لانه مش ممكن واحد يكمل دعوته كخادم وبالذات لو مكرس إلا لما يبقى صوت ربنا واضح في ودانه وفي ذهنه، ويبقى ينقاد بصوت ربنا وبروح ربنا. عشان كده عامل سلسلة بنعمة ربنا هنبعتها لكم على الواتساب، 6 مواضيع ازاي اسمع صوت ربنا. اتمنى ان انتوا تتابعوا السلسلة دي، ويعني في رأيي لو انت تابعتها كويس يمكن يترد على سؤال خطير ومهم طول حياتك، صوت ربنا ده نسمعه ازاي. سميتها قال لي. طبعا انا عارف ان انتوا بتخافوا منه، لان في ناس بتقوله بطريقة مش مريحة. انا بتكلم عن المبدأ، فعلا خطر، مش كل صوت يبقى صوت ربنا. لكن هل خطر انك تقول انا سمعت صوت ربنا؟ لا مش خطر، بس هنشوف بقى المحاذير والمعايير اللي تخليني اقول فعلا ربنا بيزقني في حاجة، بيقول لي حاجة، ولا انا ماشي ورا دماغي، ماشي ورا تهيؤات. الموضوع ده مهم بصراحة. الحياة المسيحية مبنية على فكرة ان ربنا ابوك، ربنا ابوك. طب بدل ابوك مش لازم تسمعه؟ لو تفتكروا صمويل النبي بدأ كطفل، اتحط في الهيكل وهو طفل يعني مش فاهم حاجة، أمه ندرته، إنما ربنا حب يتعامل معاه شخصيا فنادى عليه. هو لأنه مش فاهم لسه، مش عارف، جري على أبونا فقال له روح يا ابني نام. لما جري تاني وتالت قال له لا بص قول قول. ابتدى أعلمه بقى، وده اللي أنا عاوز أعلمه لكم، تقول ايه عشان تميز صوت ربنا؟ قال له تكلم يا رب لان عبدك سامع. ومن اللحظه دي ابتدى يعني العلاقه الخاصه اللي بين ربنا وبين صمويل. لما ربنا بيقول لادم اين انت، ما رب ادم سمعه. ده لما ربنا كلم قايين وقال له عند الباب خطيه رابضه، قايين كان مميز صوت ربنا. لما ربنا قال لنوح انا خلاص العالم لازم يخلص، اعمل لنفسك فلك، نوح كان سامع كويس. لما ربنا قال لابراهيم اترك اهلك وعشيرتك، ابراهيم كان سامع كويس. خد ابنك حبيبك وحيدك اللي بتحبه وقدمه لي محرقة، كان سامع كويس. انا عارف تاني ان احنا بنخاف من الحتة دي عشان حوالينا ناس بتدعي كثيرا انها تسمع صوت ربنا، لكن طبعا مش كل صوت صوت ربنا. الكتاب بيقول امتحنوا الأرواح، لكن ده ما يلغيش أبدا ان احنا كأولاد ربنا تعرف تسمع صوت ربنا. يعني وانت بتصلي في القداس، وفي وانت بتصلي بحرارة وبانسحاق وباتضاع، وبعدين افتكرت شخص ممكن يكون زعلان منك، خرجت بعد القداس تصلحه او تحايله، انت ما اعتبرتش ده صوت ربنا؟ طبعا صوت ربنا. أو إنك أنت بعد فترة من الصلاة وحضور كورس الكرازة وبعدين لقيت في إلحاح جواك عاوز تخدم ربنا وعاوز تسيب كل حاجة عشان ربنا، وأب اعترافك موافق، وكل ما تصلي تلاقي الفكرة شغلاك، هو أنت ليه مش مصدق إن ده صوت ربنا؟ ليه تفضل تتشكك؟ لا عاوزين نتشكك في صوت ربنا الحقيقي، ولا عاوزين نندفع وراء أي هاجس وأي إيحاء ونقول عليه صوت ربنا. ده اللي هنحاول نعمله في الكورس ده، ازاي نميز بجد ربنا بيقول ايه او بيشاور على ايه او بيزق في ايه، وابقى واثق ومتاكد ان ده كلام. فدي المقدمه. النهارده في سلسله قال لي، ذا لورد هاز سيد تو مي، عاوزين نمشي مع الموضوع بالنسبه له. فمزمور اتنين ده مزمور مسياني، مسياني يعني خاص بالمسيح. و
بيتقال فيه الآية المشهورة اللي بنستخدمها في عيد الميلاد وبنستخدمها في عيد القيامة اللي منكم ذاكر الطقس، الرب قال لي أنت ابني أنا اليوم ولدتك. طبعا احنا فاهمينها الآب بيكلم الابن، بس لما ترجعوا لصلوات الكنيسة تلاقوا صلوة في صلوات المعمودية بيقولها الكاهن لكل طفل، يقول له يا رب زي ما قلت لابنك الوحيد أنت ابني أنا اليوم ولدتك، قول دلوقتي لهذا الطفل أو المعمد أنت ابني أنا اليوم ولدتك. يبقى الرب قال لي صحيح تخص الابن من جهة أنه الابن الوحيد، لكن هي قاعدة تخصنا كلنا كأولاد الله. ربنا بيقول لي أنت ابني، ولدتك يوم ما تعمدت، ولدتك من فوق، لكن طالما أنت ابني هكلمك وتكلمني، هيبقى بيني وبينك خط مفتوح، ادخل مخدعك واقفل بابك وكلم أبوك، كلم أبوك هيرد عليك. يبقى ببساطة الفكرة بتاعت ربنا أبويا ولازم أسمعه عشان أتمتع بيه كأب وأمشي صح زي ما هو عاوزني أمشي، دي فكرة أساسية. ما ينفعش نفضل دايما خايفين من فكرة ربنا بيزق أو بيقول أو لا، مش للدرجة دي. برضو اتقال كلمة جميلة الحقيقة حسيتها مناسبة جدا للموضوع، خرافي تسمع صوتي لأنها تعرف صوتي، تعرف صوته. بصوا النص بيقول ايه، لهذا يفتح البواب الخراف تسمع صوته، يدعو خرافه الخاصة بأسماء ويخرجها، متى أخرج خرافه الخاصة يذهب أمامها والخراف تتبعه لأنها تعرف صوته. هو أنت بتعرف صوت ربنا ولا لا؟ أنت لو أنا رنت لك وأنا بكلمك كل يومين على الموبايل الحقيقة من غير ما تبص مثلا، أهلا يا وديد، احنا عارفين بعض من سنين وصوته معروف عندي، فأنا مش محتاج حتى أقول مين معايا، لا مين معايا ده لما يكون جديد علي. فالخراف تسمع صوته، يعني المفروض أنه بطول عشرتك مع ربنا وده أبوك انك على طول بتعرف تميز ده صوت ربنا، ده صوت عقلي، ده صوت الناس، ده وش جوايا، لكن ده صوته، لان انت عارف صوته وعارف هو عادة بيقول ايه. كل ده هندرسه، انك انت ازاي تميز صوته من ضمن الاصوات الكتيرة، لان احنا لسه مبتدئين، ما احناش بنقول احنا انبياء ولا رسل ولا قديسين، لكن احنا برضو لازم نميز صوته. الخراف تسمع صوته لانها تعرف صوته، أما الغريب فلا تتبعه لأنها لا تعرف صوت الغرباء. دي طبعا مفيدة لما بتسمع صوت غريب، صوت تعليم غريب، بتقول لا مش صوته، مش مريح الكلام ده. ودي مشكلة في الزمن ده، إن خدام بيسمعوا تعاليم غريبة بينبهروا، يبقى مش عارفين صوته، يبقى مش مميزين صوته أساسا. كونك سمعت أي كلام حلو فقلت الله كلام حلو، ده كلام ربنا، لا حبيبي مش كلام ربنا، في آيات بس مش كلام ربنا، الشيطان بيقول آيات، استنى شوي. انت لو عارف صوته كويس كنت هتعرف تميز صوت الغريب من صوت الراعي، فده اللي هندرسه برضو، يعني ايه أميز صوت الراعي من ضمن الأصوات الغريبة. أنا هبتدي من المقلوب بقى، هقول ايه المشاكل اللي هتقابلها لو أنا مش مميز صوت ربنا، يعني لا يعني ايه المشاكل اللي بتخليني مميز صوت ربنا، ليه مش بسمعه كويس، ليه الموضوع بعيد عن ذهني، ليه ساعات واحد يبقى جواه رغبة حلوة بس يقولها مش عارف من ربنا ولا لا. طب ما هو من ربنا ولا لا المفروض تكون عارف لانك انت مميز صوت. اول سبب اساسي بيعطل تمييز صوت الله هو صغر النفس، الخوف. لما الواحد يكون مستبعد ان ربنا يكلمه، انا مين عشان يكلمني، حبيبي انت ابنه، ايوه انت وحش وخاطئ وما فيكش حاجه عدله بس ابنه، فطبيعي لازم يقول لك، حتى يقول لك انا بحبك، يقول لك انا معاك، يقول لك ما تخافش، يقول لك اي، مش لازم يقول لك خليك مكرس يعني، مش لازم، لكن انت احيانا مستبعد ان الرساله تبقى شخصيه، مستكترها ان ربنا يكلمك انت، الله دعوتك باسمك أنت ليه؟ لا بيكلمك أنت طبعا، هو اللي قال له بطرس واللي قال له يا شاول واللي قال مارثا واللي قال، مش كان بيكلمهم بيرسونالي، ما دول كانوا بشر، واللي قال لها يا مريم المجدلية ما كان بيكلم
على المستوى الشخصي، فأنت ما تستبعدش، بلاش تبقى خايف ونفسك صغيرة لدرجة تقول لا لا، يبقى يقول لأبونا وأبونا يقول لي أنا موافقك. ودي ليها مرة هنتكلم في دور الإرشاد في تمييز صوت الله. بس لا، وكمان أنت ممكن يكلمك ده مش معناه أنك هتضيف تعليم للكنيس ولا هتشوف رؤية وحلم وتلخبط دماغنا نعمل معروف، لا لا، ده بيكلمك يعني أبوك وبيرد على سؤال، أو بيشجعك بكلمة، أو بيحذرك من موقف، أو بيشاور لك على خطوة مطلوبة. طبعا وارد جدا، ده مش بس وارد، ده لازم يحصل كده، وإلا تبقى أنت علاقتك مع ربنا فيها حاجة ناقصة، إنك أنت مش بتسمع صوته. تاني مشكلة في تمييز صوت ربنا، البر الذاتي. البر الذاتي معناه إيه؟ I'm fine، أنا كويس، أنا أحسن من أي حد، أنا بعمل كل اللي علي، أنا بتناول، أنا بصوم، أنا بعترف، أنا بخدم، فأنا بصلي ومش في وضع أسمع صوته. ما أنا عارف، طول ما أنت عارف مش هتسمع. زي الفريسي اللي ظن أنه مبررا، ده ما بيسمعش حاجة، ده ما بيتردش عليه أساسا. فالبر الذاتي اللي هو الإكستريم التاني بقى بتاع صغر النفس، واحد واقع مستكتر أن ربنا يكلمه، مش مصدق روحه، مش مصدق. زي بطرس في لحظة يقول له لو كنت أنت، طب قول لي بالظبط ده، مرني أن آتي إليك، من كتر ما هو مستكتر أن المسيح يكلمه. لا، الإكستريم التاني واحد زي اللي عاوز يقول له مش محتاجك تقول لي، أنا عارف أنا هعمل إيه. في ناس كتيرة في الحياة الروحية ماشية بالطريقة دي، بيخدم ما بيلجأش لربنا في خدمته، استنى أنت بس أنا بعرف أتصرف. أوكي، طبعا ربنا مش هيتكلم، أو لو اتكلم محدش هيسمعه. اليهود كانوا كده، كان كبريائهم برهم الذاتي مش سامح لهم يسمعوا صوت ربنا، فهو بيتكلم بس محدش سمعه. مشكلة أخرى في تمييز صوت الله، أنه أحيانا تبقى فيه رسائل صريحة ضد تعاليم المسيح. يعني إيه؟ يعني ربنا دايما في تعليمه بيشجعنا على التوبة، بيشجعنا على الخوف المقدس، بيشجعنا على التواضع، بيشجعنا على الحب. اللي يقرأ الإنجيل كويس ويذاكره، دي دايما رسائل ربنا، بيشجعنا، بيحبنا، لكن بيحذرنا. لو الرسائل اللي بتجيلك كلها من النوع بتاع انت 10/10، انت عداك العيب، انت خلصت، لا ده مش صوت ربنا، دي تعاليم غريبة، ده صوت غريب. ولو انت خروف متربي في الكنيسة مش هتسمع الصوت ده، هتخاف منه. الخراف تعرف صوته ولا تعرف صوت الغريب. مشكلة اخرى في تمييز صوت الله، عدم وضوح الرسالة. ساعات تبقى متشكك هو يقصد كده ولا يقصد كده، تفضل فترة كده ايه الان. طبعا التشكك ده معناه معلش انت في وش في الموبايل بتاعك، في ودانك، دماغك مدووشة شوية عشان كده مش عارف تسمع صوته، كبريائك عالي شوية فالصوت بعيد، او حاجة من اللي قلناها قبل كده، خايف زيادة فمش راضي تصدق انه بيقول لك خد الخطوة دي، مستبعدها مستكترها. التردد والتشكك كتير قوي بيبقوا مترددين في حياتهم الروحية بحجة ان انا مش متأكد ربنا عاوزني في السكة دي ولا لا. انما ابائنا القديسين كلهم كان الصوت صريح. تصوروا بيبقى واحد رايح الدير زمان يعملوه بمنتهى الجفاء، يسيبوه على الباب يومين ثلاثة ان شاء الله يموت في البرد، ما عندناش رهبان. وهو من كتر قناعته ان ربنا دعاه للسكة دي يفضل نايم على باب الدير، مصر متأكد انها دعوته، مش هيطلع بره دي. القديس بولس تعرض مئات المرات من التشكيك في دعوته، لا تكون مجنون، لا تكون خدت خطوة غلط، انما كان قوي قوي في الحتة دي. قال انا رسول لا من انسان ولا من الناس، دي دعوة صريحة جواه، مستقرة جواه، حتى لما كان في مقاومات كتيرة ما سابش نفسه للشك. تمييز صوت ربنا ساعات يتعرض للغرض الشخصي أو للهوى. يعني إيه؟ خدمة معينة عجباك فتقول أنا عاوزها، وما يكونش ده صوت ربنا، أصلها عجباك.
أصل فيها حبايبك، أصل فيها مجد باطل، أصل فيها بريق من نوع معين، أصل لاقي فيها نفسك زيادة. بولس كان كده في فترة كان عاجبه قوي خدمة اليهود، أصله حاسس أنه qualified، مذاكر عهد قديم، فبالنسبة له دي أسهل قوي من الأمم. الأمم في كتير قوي سابقينه في الفلسفة، اليهود هو top، فلو قعد مع يهود عنده ثقة بنفسه هعرف أجيبهم يعني. لكن مع فلسفة أنا تلميذه، دول أساتذة، ودي اللي قالها أنا في كورنثوس كنت مرعوب، عمره ما ترعب قدام يهود. فمين ليه؟ لأن كان في بعد شخصي هنا، فكان مستهوي خدمة اليهود. المسيح قال له لا، أنا مش عاوز أكل اليهود، والصوت كان واضح وصريح، وغير اتجاه وحود على الأمم وكمل مع أمم ما كانش في هواه، ما كانش مزاجه، ما كانتش رغبته، بس عمل الشغل الرائع اللي كلنا عارفينه، أن القديس بولس كاروز الأمم في الوقت اللي مزاجك في إيه؟ مزاجي كان يهود. إحساسك أنك تنفع في إيه؟ أنفع قوي في الحتة دي، لما نفعتش الحتة اللي كنت فاكر نفسك تنفع فيها، اليهود كانوا عاوزين يموتوك ومحدش معبرك، والحتة اللي أنت شايف نفسك ما كنتش تنفع فيها هي اللي عمالة تمشي زي النار، ومن بلد لبلد عمالة الحكاية تفتح معاك. عاوز أديكم أمثلة من الكتاب عن ناس زينا كان ربنا بيكلمهم بيرسونالي بس ما كانوش سامعينه، اللي هي مأساة عدم استماع صوت الله، اللي هي واضح انها مشكلة عامة فينا ان احنا مش بنسمع صوت ربنا كويس. شخصية زي مريم المجدلية في احداث القيامة، هل ربنا ما كلمهاش؟ حياة مريم المجدلية شافت المسيح الصبح بدري، يوم الحد بدري مع المريمات، ولمست رجليه وفرحت بيه، وبعدين راحت للتلاميذ تبشرهم، قلبوا دماغها 180 درجة، قالوا لها لا ما أمش وانت بتهلوسي. خلي بالكم صوت مين كان أعلى؟ صوت التلاميذ. المجدلية رجعت عند القبر مقتنعة تماما باللي قالوا التلاميذ، وشاطبة تماما اللي شافته وسمعته. ايه ده؟ لهذه الدرجة ممكن؟ ممكن يحصل كده، ان ربنا يقول لك حاجة وانت بتصلي وفي القداس ومع اب اعترافك وفي الاحداث اللي بتحصل، وبعدين تقعد مع شوية ناس تكش وتقول لا طبعا اكيد هما بيفهموا، اكيد انا غلطان، اكيد انا مجنون، ليه يا ابني بتعمل في روحك كده؟ تشطب على صوت ربنا، وتشطب على الدعوة، وتشطب على الكلام الواضح ده، كمنك قعدت مع ناس قالوا لا انت غلطان. قام المسيح قالها تاني، وهنا يعني عاتبها بقى، قال لها يا مريم، يعني يا مريم مالكيش حق، ليه تمشي وراهم وما تمشيش ورايا؟ طب انت شفتيني وسمعتيني ولمستيني وقايل لك قبلها ان انا هقوم، وفرحتك وكنت فرحانه ومصدقه، ايه اللي كبسك كده؟ ايه اللي بدلك كده؟ ده بيحصل معانا واحنا بنسمع صوت ربنا، ساعات كلام الناس يلخبطنا، ساعات صوت الناس بنعمل له حساب بزياده. يا جماعه الناس بتمشي، والناس دول شويه تراب في الاخر، ليه صوت ربنا يبقى أقل قيمة من صوت الناس؟ ليه صوت المنطق يبقى أعلى من صوت الحق كله؟ ليه تتصور إنه منهم ناس يعني مهمين يبقى هم صح، والحتة الشخصية اللي بينك وبين ربنا والإحساس الواضح اللي كان جواك بتكذب نفسك ليه؟ ليه مش راضي تصدق نفسك؟ شخصية أخرى زي بطرس، بطرس سمع من المسيح كذا مرة، حاسب يا بطرس، هتقع يا بطرس، الشيطان عينه منك يا بطرس، انت بالذات هتنكرني 3 مرات يا بطرس، كفاية قولت انا الاعظم يا سي بطرس. ما خدش باله. يقدر بطرس يقول ما قاليش، ما سمعتوش، انت سمعته كتير، لكن هو ما انتبهش. عارفين ليه؟ البرايد اللي جوه بطرس، احساسه انا ما اقعش الوقعه دي، مش انا اللي اعمل كده، انا سيد الرجال، انا مش جبان بطبعي، لا 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 ده كلام مستبعد. اوكي، يبقى المسيح كان بيتكلم وعلى المستوى الشخصي وقال له سمعان سمعان، كلام فيري بيرسونال، الشيطان طلب ان يغربلكم كالحنطه، ولكني طلبت من اجلك كي لا يفنى ايمانك، ولا كانه بيسمع، حاشاك يا رب لا يكون لك هذا
يا ابني انا بقول لك انت هتنكرني. يبقى ربنا بيتكلم يا احبائي وكلام صريح، وهنا كان في تحذير شديد بس بطرس مش راضي يسمع، سيمبلي لانه مستبعد اللي بيتقال، لانه عنده ثقه غشه في نفسه فوقع على رقبته. بعدها اتعلم الادب وبقى يجري يصلي في كل صغيره وكبيره، وعرف انه ما يصدقش قناعته بنفسه، ما يصدقش بدماغه، لا يصدق ربنا. شخصية أخرى زي قايين، تستغربوا أن قايين كان سامع صوت ربنا بشكل صريح، تستغربوا. لما قايين اتغاظ أن ربنا قبل ذبيحة هابيل، يقول الكتاب قال الرب لقايين لماذا سقط وجهك؟ يعني ليه باصص في الأرض؟ ليه اتضايقت؟ بيبتدأ إن أحسنت أفلا رفع؟ يعني يلا صلح صلح وما فيش مشكلة. وبعدين كملها له، قال له يا قايين في حاجة خطيرة داخلة عليك، عند الباب خطية رابضة إليك اشتياقها ولكنك تسود عليها. يعني لو سبت الشعور ده جواك هيوصلك لمصيبة. قايين ما سمعش ولا حاجة، ما سمعش إن أحسنت فما راحش يعمل ذبيحة أحسن، وما سمعش حاسد من الحيوان الرابض المفترس اللي داخل على قلبك الكراهية اللي ما هتملى قلبك، ما سمعش. وبعد أيام قتل هابيل. يقدر قايين يقول ما أنا ما سمعتش صوته، لا الصوت كان واضح بس هو مش عاوز يسمع. ليه؟ لأنه هو في فكرة شغلان، في كراهية مالية قلبه، في غضب داخلي، صوته عالي جدا، فصوت ربنا باهت ضعيف. خلي بالكم أنا بتكلم عن خبرات شخصية، عشان ساعات تسمع وعظة تحس الكلام داخل على قلبك بعد ساعة تشطب على الكلام ولا كأنك سمعت الوعظة ولا تأثرت، وانت بتصلي يجي لك إحساس حلو ومع فكرة واضحة وتلغيها. ليه؟ يتلهيت، يتشككت، يتردد، يا قلت الكلام مش ليا، طب ليه يا ابني؟ طب هيعمل ايه ربنا اكتر من كده؟ صدقوني ربنا بيكلم وبيكلم كتير قوي، وبيكلمنا من جوه ومن بره، وبيحاصرنا احيانا بالكلام بس احنا مش بنسمع. الخراف تسمع صوته لانها تعرف صوته، ولا تسمع صوت الغريب لانها لا تعرف صوت الغريب. لوط، تقدروا تقولوا لوط ما سمعش صوت ربنا؟ لوط ربنا بعت له بدل الرسالة رسائل. سلوك إبراهيم معاه كان رسالة، عمك إبراهيم بيسيب ملايين ما عندوش مشكلة بس عشان يحافظ على علاقته بيك، ما استقبلش الرسالة. عمك إبراهيم فضل الصحراء والغلب على أنه يعيش في سدوم عشان يتمتع بربنا، ما استقبلش الرسالة. جت حرب الأمم اللي ضيعت سدوم وعمورة واللي أنقذوا أبونا إبراهيم، ما فيش أوضح من كده رسالة. يبقى أبونا إبراهيم الفلاح اللي في الصحراء ده، الراعي الغلبان ده، أقوى من خمس ملوك. افهم بقى، افهم، روح عيش مع عمك. ما خلاص انت لسه هتقول هاجر ولا ما هاجرش، ما هو أبونا إبراهيم اهو ما يتسابش أبدا، إنما عادي يرجع أبونا إبراهيم للصحراء ولوط يرجع للخيبة بتاعته تاني، سدوم وعمورة تاني. ما انت شفت فيها الموت، شفت فيها الذل، خسرت كل حاجة، وأبو إبراهيم اللي رجع لك الحاجة، ولا رسالة داخلة، لغاية ما جم اتنين ملايكة دخلوا عنده وبرضه فضل يتلكع مش راضي يسمع الصوت، اتعلق بسدوم ومراته اتعلقت أكتر وخسر كتير قوي الراجل ده. هل الراجل ده يقدر يقول ربنا ما قاليش؟ لا لا، قال لك كتير قوي. أنا واقف على الباب وأقرع إن سمع أحد، بس اللي يسمع. الكلام ده بيحصل معانا كلنا، ربنا بيخبط يوميا برسائل صريحة بتيجي بطرق متعددة وبأشكال واضحة، رسائل في حياتك الروحية، رسائل في علاقاتك بالناس، رسائل في ترتيب وقتك، رسائل في قرارات لازم تاخدها، رسائل تشجيع، رسائل تعزية، رسائل حب، رسائل تحذير، رسائل تخويف، رسائل متنوعة. بس انت اغلب الرسائل مزدات، عمال ايه يعني لست من الميزد كولز جاية من ربنا كده، حتى ما استعنتش في آخر اليوم تبص رن عليك كم مرة.
ما بصتش، والمسجات اللي بتيجي منه معناها قصيرة بتدليتها من غير ما تقراها. وبعدين تقول ما أنا مش سامع، وأنت مش عاوز تسمع غالبا. شخصية أخرى زي موسى في شبابه. موسى في شبابه ما كانش عاوز يسمع صوت ربنا، هو سامع صوت قلبه مش ربنا. هو تعاطف مع العبرانيين بس ما جاتلوش دعوة. زي بقى واحد بالعكس يجي يقول لي أنا هبقى كارث، أنا هتكرس، أنا هسيب شغلي ويشمر كمامه وكده وإيه وداخل مندفع. طب يا حبيبي إن طب كمل الكورس حتى. لا ما أنتوا يعني أنتوا الكورسات دي بتاعتكم أنتوا يعني، سيبني ده أنا أجيب لك العالم كله ربنا. يا عم بالراحة شوية، أنت هتقتل لك قتيل في أول نص زي موسى النبي، هتضيع الدنيا. هنا ده صوت بالعكس، هو داخل على الخدمة زي اللي راح للمسيح يقول له أتبعك أينما تمضي، قال له لا 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 استنى استنى استنى، للثعالب أو جرة ولطيور السماء أو كار، ده أنت جواك عشش، عشش تعابين وعشش ثعالب، لا لا روح نظف قلبك الأول. بينما واحد تاني كان متردد قال له تعالى، قال له طب أدفن أبويا، قال له سيب أبوك في حاله تعالى وراي بإلحاح. يبقى اللي داخل بصدره بيقول أنا همشي وراك، قال له لا مش عاوزك مش جاهز. يبقى مش كل واحد عنده رغبة اسمها صوت ربنا. موسى كان عنده رغبة ينقذ شعبه، ربنا فرمله قال له لا 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 انت تشتغل مع الغنم، حاليا انا عاوزك مع الغنم، وبعد سن 80 تعالى بقى اشتغل مع اللي انت كان نفسك تشتغل معه. ساعتها عاد يقول له لا، قال له لا هجيبك برضه. عالي الكاهن، عالي الكاهن نهايته وحشة بعيد عنكم، بس عالي الكاهن جات له أصوات من ربنا كتير قوي. صمويل كان صوت، تصوروا الطفل صمويل كان صوت. تعرفين بعد ما ربنا جاب صمويل وكلمه، صمويل كان صغير، عالي الصبح قال له تعالى يا ولدي ربنا قال لك ايه، فكسف مفيش حاجة بونا، لا يا حبيبي لازم تقول لي، قال له ربنا بيقول انه زعلان منك، قال له كده عشان انت سايب عيالك ملخبطين، وقال له مش هيبقى لك كاهن تاني في العيلة وهتموت موتة وحشة. قال له خلاص ربنا برضو اللي يحب يعمله يعمله. قبلها في واحد تاني جي أنظر عالي الكاهن، قبلها عالي الكاهن شاف الهيكل بيفضى والناس طفشت بسبب عمايل عياله. عالي الكاهن شاف حاجات كتيرة قوي وسمع رسائل كتيرة قوي مش راضي يستقبل. ولادي ما أقدرش أكلمهم، ما تقدرش تكلمهم هيموتوا موتة وحشة، وانت هتموت موتة وحشة، ما تنطق، ما ربنا عمال يبعت لك رسائل، شد شوية اختشي شوية. اذا ربنا بيتكلم برسائل صريحة شخصية، لان علي كان له رسالة شخصية، نظف الهيكل، شد على اولادك، اطرد الكهنوت الفاسد. مش راضي يسمع الصوت ده، عاوز يفضل في الفورمة اللي هو فيها وخلاص. مثل اخر، شاول الملك. هل شاول الملك ما جالوش صوت يقول له شاول انت ماشي غلط؟ ده صمويل النبي مسكه مرة بهدله، وما فيش اوضح من صمويل النبي كرجل الله. قال له انت فاكر ربنا يفرق مع الذبائح؟ لما قال له انا وفرت الغنم للذبح للرب الهك، قال له ده كلام ده؟ الاستماع افضل من الذبيحة. انت تضحك على مين؟ يوناثان ابنه قال له يا بابا انت ليه بتعمل كده؟ داود بيحبك، كان هيموت ابنه. يبقى ربنا بيتكلم على فم صمويل وعلى فم يوناثان وعلى فم الكهنة اللي وقفوا مرة قالوا له داود أصدق واحد في رجالتك، ذبحهم 80 واحد 85 عشان مش عاوز يسمع صوت ربنا. هل شاول ما كانش بيسمع؟ لا كان بيسمع بس مش عاوز يستقبل ومصر على سكة غلط. أنا عاوز أوريكم أحبائي أن الكتاب المقدس مليان برسائل شخصية، اللي استقبل منها وعاش بيها بقى قديس، واللي فضل يقاوح ويتهرب ويزوغ ويألف رسائل مش في سكة مختلف. فإحنا لازم نسمع صوت ربنا لأن إحنا أولاده، ولازم تبقى في رسائل واضحة في حياتنا. بس الرسائل الواضحة مش كل يوم بقرار يغير المسار، لا، الرسائل الواضحة كل يوم بتوبة، كل يوم بتعزية، كل يوم بخطوة في العلاقة مع ربنا نفسه، مش بالضرورة كل يوم بقرار. مثل آخر، داود الملك. داود طول عمره بيسمع صوت ربنا
وكان يقول له يعني يا رب كلامك حلو وبحب كلامك وناموسك ينور العينين وبعدين جاله وقت طفى خالص، قفل، ما بقاش بيسمع صوت ربنا، ما بقاش. لما بطل يسمع صوت ربنا وقع في كل حاجة وحش، وبدأ يحلل لنفسه، ما أنا ملك من حقي، وبعدين الناس بتموت في الحرب عادي، وبعدين ما كل الناس بتغلط، وأي حد عاوز يقول كلمة حق يبعده في الوقت ده، مش عاوز يسمع. لغاية ما جاله نسان النبي، ونسان النبي شايفه ملخبط بقاله على الأقل 9 شهور، لأن مراته كانت على وش ولادة اللي اتجوزها بعد الزنا. فحكى له الحكاية، حتى الحكاية الصريحة اللي تركب عليه رشق ما فهمهاش. زي تبقى خطية قدامك عمال تدين صاحبها وهي أساسا فيك أضعاف ما فيه، وانت عمال تدينه من كتر ما انت بطلت تسمع صوت ربنا. قال الراجل ده يموت، صاحب المعزة الغني ده، قال له انت الراجل، انت هو الراجل، وانت مش راضي تسمع. بس اخيرا سمع، ولما سمع تاب، ولما تاب رجع تاني استعاد علاقته بربنا. احبائي مفيش حياة روحية حقيقية وانت ما بتسمعش صوت من ربنا. احنا احيانا من كتر الوعظ بقينا زي اللي ايه، زي اللي بيسمع موسيقى، يعني مش بنميز رسالة واضحة صريحة ليا، لا، وعظة يا بناخدها كمعلومات يا بناخدها تخدير ضمير. قلت ايه؟ سمعت النهاردة وعظة، عملت في التشيك ليست علامة صح، سمعت وعظة، خدت منها ايه؟ طلعت منها بايه؟ سمعت فيها حاجة تخصك ولا ما سمعتش؟ لأن هو ده اللي هيهم في الآخر في حياتك الروحية. داود النبي في آخر أيامه جاله فكرة، ما سألش دي من ربنا ولا لا، نعد الجيش، ما سألش، ما كانتش من ربنا. يؤاب اللي مالوش في ربنا كتير قال له بلاش، لأنه يؤاب كان في اللحظة دي فهم ربنا أنه داود داخل على دور افتخار وأرقام وإحساس بالإنجاز، فقال له يعني ما معناه ربنا يزيد ويبارك، مش لازم نعد، ربنا ما قالش نعد. أصر وتربس وزعق في يؤاب اللي كان بيخاف منه قبل كده، وعلى آخر التعداد ده ربنا قال له تختار عقاب من 3. ليه؟ عشان انت ماشي بدماغك مش ماشي على صوتي، مع انه شكل الخطية مش كبير لكن لأنها مش صوت ربنا. يونان النبي، صار قول الله، قول الرب إلى يونان، اذهب إلى نينوى والمدينة العظيمة. قول الرب، خد أول مركب على فين؟ على طرشيش. يا عم عاوز سماعة؟ ركب لك سماعة. ده حتى يونان وطرشيش ما فيش ولا حرف مشترك تقريبا، يعني يونان تطلع كلمة قريبة طرشيش، يعني إزاي يعني؟ دي حاجة مختلفة خالص. وبعدين البحر يهيج ما بيسمعش، المركب بتغرق ما بيسمعش، البحارة بيصحوه ما بيسمعش. احكي حكايتك. قال لهم انا عامل عامله، انا مزوغ. طب ايه يعني؟ انت راجل بتاع توبه، رايح تقول لهم توبوا؟ طب قول لنفسك لا مش هقول توبوا، ارموني في البحر. لهذه الدرجه من العند مش راضي يسمع. في الحوت سمع، لما دخل جوه جوف الحوت ابتدى يسمع الصوت اللي جواه. انا ابني بحبك، انا مش عاوزك تهلك، انا كنت ممكن تترمي في البحر مسافه 5 دقائق تغرق ونخلص، بس انا جبت الحوت عشان ينقذك، لان مش عاوزك تهلك، عاوزك تنجح في رسالتك، انا داعيك للخدمه بجد، انا مصر ان يونان نينوى هتتوب على ايديك، انت اللي هتشتغل على دي حتى لو انت عنيد وفيك العبر. خلاص. وفي صحة 3 صار قول الرب الى يونان مرتين، اذهب الى نينوى والمدينة العظيمة ونادي عليها المنادات التي انا اناديك بها. احبائي احنا كل واحد فينا يونان، ساعات بتبقى في رسائل كتيرة شخصية بتعدي، بنغطي، بنغلوش، بنهرب، بنزوغ، بنقاوح، بنتفنن في تفسيرها وتطبيقها بطرق غير اللي ربنا عاوزها. شاول الطرسوسي ما كانش اول صوت يجيله لما شاف المسيح. شاول الطرسوسي كان شايف استفانوس وشه منور، شايف استفانوس وهو بيموت بيقول انا شايف ابن الانسان عن يمين القوه،
سيفه بيصلي من أجل اللي بيصلبوه، سيف المسيحيين مستحملين العذاب وفرحانين. يا أخي افهم بقى، مش رديف كل دي كانت أصوات صريحة، زي ما أنت بتلاقي فقير شاكر وأنت متذمر، وتلاقي خادم بحب بيموت نفسه في الخدمة وانت عمال تشكي من كل اللي حواليك. اوكي، هو دي مش رسائل ولا ايه؟ هو لازم يعني ربنا يظهر لك ظهور كده بنور تروح فيها ولا حاجة عشان تفهم؟ بالتالي حتى لو عمل كده يمكن ما تفهمش زي ما حصل مع شعب اسرائيل. لكن ظهر المسيح له المجد وقال له: شاول شاول لماذا تضطهدني؟ صعب عليك أن ترفس مناخز. أحد معاني ترفس مناخز معناها أنت هتفضل تعند على طول؟ هو أنت هتفضل ما بتسمعش؟ هعمل إيه أكتر من اللي عملته معاك عشان دماغك تتعدل؟ كم مرة كلمتك عشان أقول لك إذا كنت بتحب ربنا، أنا ربنا تحب ربنا وتكرهني إزاي؟ ما هم دول ناس ربنا اللي أنت عمال تعذب فيهم. فأخيرا ابتدى يتعدل واكتشف أنه كان ماشي غلط. خلونا أحبائي لغاية يوم العنصرة نرجع تاني للتدريب بتاع زمان، نقوله بس بطريقة تانية: يا رب عاوز أسمع صوتك، يا رب عاوز أسمع صوتك، نتلمس صوت ربنا. احنا لسه معانا بقول كذا حلقة في الموضوع ده، دي كانت مقدمة بس، لسه هنقول ازاي نسمع صوته ونتأكد أنه هو صوته. هنوصل لكده ان احنا نبقى متأكدين ان ده صوته مش صوتي ومش صوت الدنيا، عشان ساعتها لما الدنيا كلها تقول لك انت غلط ولا يهمك لانك مطمن انه صوته. عاوزين نوصل لكده. لكن مبدئيا هنبتدي بتدريب: يا رب سمعني صوتك، يا رب قلل الوش اللي في دماغي وفي حياتي عشان استقبل الرسالة اللي جاية منك، لاني لو ما سمعتكش انا ههلك. لو ما لحقتش استقبل الكلام منك هينطبق علي اللي اتقال لهم: اذان يسمعون ولا يفهمون، لان قلب هذا الشعب قد غلظ. لالهنا كل مجد وكرامه الابد، امين.